السلام عليكم اخواتي، اليوم ان شاء الله غادي نقدموا هذا الشكل ديال الحلوى. كيجي راقي في البلاطوات واللذيذ ومكونات يعني تشكيله من نكهات اللي نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. اذا مباشره غادي ندوزوا المقادير، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتبارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم باش تعم فائده للكل. تابعوا يعني الفيديو حتى الاخير باش تستافدوا ان شاء الله من الوصفه. مباشرة ندوزو المقادير. ندوزو المقادير مباشرة، عندنا واحد 125 غرام ديال الزبدة، 100 غرام ديال السكر كلاصي، نص كاس ديال العنبة ديال الزيت، خريصة ديال الملح، معلقة كبيرة ديال النشا، معلقة كبيرة ديال الكاكاو، جوج معالق كبار ديال الكوك. عندنا النكهة ديال البخاليني، غنديرو تقريبا واحد معلقة صغيرة. عندنا ساشي ديال فلون بنكهة الكراميل، بيضه ومعلقه كبيره ديال المربى المشمش، والدقيق على حساب الخليط. كما كتشوفوا المقادير كاين واحد الخليط ديال النكهات اللي غيعطي واحد المذاق جديد لهاد الحلوه ديالنا. مباشره غادي ندوزو باش نحضروا الحلوه ديالنا باش يبان لكم. كما كتشوفوا هاد الحلوه ما فيهاش الخميره، علاش؟ لان الحشيبه راه بغيت على تشقق، لا والو، انا مابغيتش نخدمها غريبه ولا هادي، بغيت نخدمها حلوه اللي تبقى ليا محافظه ليا على الشكل ديالها كيما غادي نصاوبها. اذا اول حاجه غادي نبدا بالزبده، سكر كلاصي، وغادي ندير قريصه ديال الملح. اذا نخدم هاد العناصر مزيان حتى تولي ليا بوماد، وعاد غادي نضيف باقي المكونات. كما كتشوفوا غادي نضيف الزيت، البيض، غادي نضيف ديك المعلقة ديال المربى، غادي نضيف معلقة صغيرة ديال النكهة ديال البخاليني اللي كتعطي واحد المذاق رائع لهاد الحلوى. غادي ندير الكاكاو، الكوك، ونشف مرة. غادي ندير الفلون ديالي اللي بنكهة الكراميل، كما كتشوفوا درنا النكهه ديال البخاليني مع الفلون كراميل مع لوبو ديال يعني المربى، غيعطينا واحد المذاق زوين مع الكوك. كما كتشوفوا ما غاديش نديروا الخميره باش ما يتسائلوش تقولوا علاش ما دارش الخميره، راني قلت لكم علاش. غادي نجمع الخليط ديالي، ولكن غادي نجمعو بحال يعني غنخدم بالصابلي، ما غاديش نشفها وما غاديش نخليها جاريه، يعني مويان. انا درت النوعيه ديال الكاكاو اللي كيكون اللون ديالها بني، ما بغيتش الحلوه تكون عندي مغلوقه اللون ديالها اسود، كتجي على هذا الشكل. نزيد واحد شويه
انا صافي بركه، ما غاديش نزيد الدقيق لان صافي هذا هو الجهد ديالها، ما غاديش نكثروا لها الدقيق باش ما تجيناش قاصحه في منين الطيب. نشوف واحد شويه تجي على هذا الشكل، غادي نجمع هاد الماء اللي حدايا ونرجعو باش نشكلو الحلوة ديالنا. بعد ما كنساليو من يعني من الخلط ديال العجين، تنوجد زنجلان بيض وتنوجد بيض البيض. اذا غادي ناخذ العجين وغادي نكورها الوزن ديال الكرة تقريبا 17 غرام على هذا الشكل. غادي نستمر حتى نكمل الكميه ديالي كامله، عاد غادي نشكلها. المهم انا غادي نوريكم يعني في هذه الكرات. غادي ناخذ بياض البيض ديالي تنغطس فيه الكويرات وتنحط، وخاصني الكويرات ديالي ينشفوا ليا شويه عاد نفندهم في الزنجلان باش ما الزنجلان ما يتهش ليا بكميه كثيره، وفي نفس الوقت ما يترونش ليا التفصيل ديال الزنجلان. غادي نخليها هكا تنشف شويه ونرجع معاكم. بعد ما تينشفوا ليا الكويرات كناخذ الزنجلان، يعني نتوما منين ديروا الكميه كامله غادي تغطسوها كامله في الزنجلان، ومن بعد عاد غادي تبداو ترجعوا للاولى وهي اللي غادي تفندوا في الزنجلان. يعني عفوا ملي غادي تغطسوا كلشي بياض البيض حتى تساليو عاد ترجعوا من الاول عاد تبداو تفندوا الزنجلان. كيكون داك الاولاني شويه بدا يشرب، يعني الكره بدات تشرب داك بياض البيض. اذا تنقادو بحال هكا، نقاد الكويرات ديالي غادي نوجد هذا المطبع اللي موجود في الاسواق، غادي نضع بحال هكا ونضغط وغادي نجبدها كتجي بحال هكا. الا خفتو يتلصق ليكم ندير شويه د النشا عاد نطبع. غادي نستمر كنحاول نقاد بحال هكا وعاد نجبد كما قلت لكم. عاونوا نتوما بالنشا باش ما توحلوش معاها باش ما تجيكمش بحال هكا الشو حيت الخليط بيض. غادي نعاودها نعاود نفندها في الزنجلان نحيد الا شاط لينا شي زائد. يعني المهم منين نضغط يكون عندي متساوي هنايا. غادي نحيدها بشويه بحال هكا ونحط. غادي نبقى حتى نكمل الكميه ديال الحلوه ديالي كامله ونرجع ان شاء الله باش نوريكم منين طبعتها كامله كي جات. تشوفوا بعد ما ساليتها من الطبيع هنا كيبان لكم بيضين اللي فيهم كميه زنجلان كثيره، وهنا ما فيهمش كميه زنجلان. يعني الاختيار بغيتو ديروا الزنجلان ديروه، بغيتو تخليوها بحال هكا خفيفه خليوها. اذا غادي ندخلها للفران طيب ان شاء الله، ومن بعد نرجعوا نكملوا التزيين ديالها. ما كطيب ليا تناخد الناباج وتندهن غير الجوانب ديال
الحلوى يعني غير الجنيبات، حتى كنكمل الجنيبات كاملين. وغادي ندوز، غادي نكون مدوبة الشوكولاط ابيض دايره في البوش ومدوبة الشوكولاط الاسود. اذا اول حاجة غادي ندير، غادي ناخد الحلوى ديالي، كندير الشوكولاط الاسود وكنجي كندير يعني انقطاعات من الشوكولاط الابيض، وخاص يكون عندنا هاد النقيطات يكون الشوكولاط باقي ما نشفش، يعني ما نخليوش الشوكولاط الكحل حتى ينشف، وكنمشي بحال هكا كنعمر الحفيره، كندير النقيطات يعني ماشي تعمرو شحال من وحده بالشوكولاط تقرب يكرم، عاد تدوزو دير النقيطات، ما غاديش تخدم ليكم الذواقه زوينه، ما غادي تخدمش ليكم كاع الشوكولاط، ما غاديش يدور ليكم، كنبقى بحال هكا. هلا غادي ندير جوج بجوج او ثلاثه بثلاثه ونكون يدي خفيفه، اما الا كنت ثقيله يعني نديرها بالوحده بالوحده تا نكمل الكميه ديالي. كنستمر على هذا الشكل حتى نكمل يعني الحلوه ديالي كامله، ونوريكم ان شاء الله الشكل النهائي كيف كيجي. انا بعد ما كتوجد كيجي على هذا الشكل. نتمنى تجربوا عندنا الاعجاب ديالكم، دعمونا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جميع الوصفات اللي غادي ننزلكم ان شاء الله. الى اللقاء في وصفه مقبله بحول الله.